لم تعد ساحة الاحتجاج التي يعرفها الجميع بأنها ساحة لإطلاق الأصوات المطالبة بالتغيير فقط، وإنما غدت ميداناً للفكر والثقافة والتعلم أيضاً، حيث احتوت جملة من المبادرات قام بها شباب التحرير، ومنها نصب خيمة فنية هدفها الاقتراب من الناس وإعادة الثقة بالمسرح العراقي من خلال عروض مسرحية تحاكي الأوضاع التي تشهدها البلاد. الشباب المسرحي أرادوا أن يكون لهم صوت مؤثر، فقرروا إنشاء خيمة مسرح التحرير والتي تقدم العروض المسرحية بنحو يومي بحسب المخرج المسرحي كحيل خالد. بالحقيقة احنا مجموعة من شباب المسرحيين قررنا أنه نسوي نأسس هذه الخيمة، خيمة مسرح التحرير، والهدف منها بأنه نقترب من الناس أكثر، لأنه لمدة سنين طويلة كان المسرح بعيد عن الناس. المسرح الجماهيري كان يعني عبارة عن ابتذال ورقص وكوميديا رخيصة، فأحنا ارتئينا بأنه نرجع الثقة نرجع ثقة المسرح بالناس، فهو هذا هدفنا الأساسي. فنانون قالوا إن الهدف من إنشاء الخيمة هو لإدامة زخم الاحتجاج السلمي حتى تحقيق المطالب المشروعة التي خرج من أجلها الشعب. اليوم عندنا تقديم فعالية طقوس التحرير كموقف للفنان العراقي اللي يقول أنا متواجد الحقيقة بساحة التظاهر، ونرفع صوتنا ونعلن أنه إحنا مظاهراتنا سلمية، فيها الجمال، فيها الحب، فيها السلام. الحقيقة مجموعة من الشباب فكروا وارتأوا أن يصير يفتتحون مسرح التحرير أو خيمة التحرير. العمل طقوس التحرير هو ذكرى استحضار ذكرى الشهداء والطقوس العراقية المعمول بها داخل البيت العراقي، وكيف انهم يأزرون الساحة، وانه هذه الدماء ان شاء الله اللي سقطت بالتحرير ما راح تذهب سدى. ويؤكد مؤسسو المسرح انهم سيواصلون تقديم عروضهم الفنية حتى بعد تحقيق مطالب المحتجين المشروعة، وانهم سيخلدون كل ما عاشه ابناء العراق في هذه الفترة المؤلمة والمليئة بالفرح والحزن معا. اريد حقي. لك ليش مو انت اخوي عراقي؟ ليش تسوي هيك؟ بس اكيد انت مو عراقي.